الاخر في انطلاقة خاصة بسن الثنايا، في انطلاقة خاصة بسابع ايام هذا المهرجان الكبير، هذا العرس الكبير، هذا المهرجان الذي قدم اليه ابناء منطقة الخليج للمشاركة، وابناء الوطن العربي الكبير للمشاركة هنا في مملكة الحزم والعزم. هنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام، ننطلق في هذا الصباح في هذا اليوم هنا في 17 من شهر مارس لعام 2019 للميلاد. مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام، في انطلاقة جميلة، في تحدي كبير. الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك الحزم والعزم، ولصاحب السمو الملكي أمير العزة والريادة محمد بن سلمان ولي العهد الأمين، حفظهم الله ورعاهم من كل مكروه، على الرعاية الكريمة لهذا الحدث الثقافي والأرث الحضاري للإنسان في الجزيرة العربية. إن رعاية خادم الحرمين الشريفين بالفعل هنا لهذا الحدث الوطني تعد دعما لمربي ومحبي الإبل في المملكة العربية السعودية والوطن العربي، وأبرز هذا التراث الحضاري للمملكة وللإنسان العربي بشكل عام، ويلبي بالفعل طموحات المهتمين بالإبل في الوطن العربي الكبير. شكرا نادي الإبل، سعيا لتحقيق تطلعات القيادة والتوجيهات السامية من أجل تحقيق الأهداف التي أنشئ النادي من أجلها لخدمة محبي رياضة الإبل وكل ما يتعلق بسفينة الصحراء ومحبيها التي تمثل تاريخا عريقا وإرثا أيضا وثروة قوية سطر الآباء على ظهورها الأمجاد، وهي عمق حضاري يرينا المستقبل المشرف بإذن الله تعالى. الشكر أيضا موصول لرئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين على بركة الله. أيها المتابعون جميعا، متابعوا كل القنوات الناقلة في الوطن العربي الكبير، قناة الرياضية السعودية الأولى، قناة دبي ريسنج، قناة ياسر رياضية، قناة الصحراء، قناة الأماكن، القنوات الناقلة الأخرى لهذا الحدث هنا. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نتواصل من هذا الميدان، ميدان الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، طيب الله ثراه وأسكنه فسيح جناته. أعلنت متابعينا الكرام هذه الانطلاقة القوية، سن الكبار، المسافة الماراثونية 8 كيلومترات، أول الأشواط، أول التحديات، شوط الابكار. بالفعل شوط الابكار الثنايا، هناك اسماء قوية، هناك ملامح لمحمد بن سالم بن حمد بن هيان العامري، هناك الطايف لمحمد بن حمد بن هيان العامري، هناك صدى لحامد بن محمد بن سالمين العامري، العوجة علي بن محمد بن ناصر المري، الشامخة خليفة بن علي بن خليفة الرميسي، مهاجرة محمد بن احمد الخزع بن عث العامري، نقوة لسالم بن حمود المالكي، نوادر مطلق بن راشد من مطلق السهلي، ايضا مزون لهون بن سعد بن طالب بن شريم المري، زعفرانه لفالح بن مسلم بالزفنه العامري، ايضا حبيبه لعادل بن علوان الشمري، وارباح لمحمد بن ابراهيم بن محمود. بالفعل هكذا ايها المتابعون، هكذا الاسماء الحاضره هنا في هذه الكشوفات المنطلقه ايها المتابعون هنا لانطلاقه هذا الشوط. نتعرف مباشره هنا مشاهدينا الاعزاء، هنا انطلاقه قويه ومباشره مع زعفرانه لفالح بن مسلم بالزفنه بن مسلم العامري، يقدم هذا الاسم ويتقدم من خلال هذا التواجد ضيفة عزيزة قادمة ومتعنية من دولة الإمارات العربية المتحدة من ميدان سيح صبرة بوجه التحديد، تتقدم في المركز الأول هنا من خلال هذه التحديات وسرعة الرياح. بالفعل حينما أيضا تأتي الأنواء المناخية بسرعة الرياح المعاكسة لاتجاه السرعة، ولكن هنا الهجن العربية الأصيلة تنطلق في هذا الميدان أيضا بكل حب
وبكل شوق بالفعل من خلال هذه الانطلاقات. مشاهدين الأعزاء ناخذ المركز الثاني، ناخذ المركز الثاني دائما هنا، القادم في المركز الثاني أيضا يتواجد خليفة بن علي بن خليفة الرميثي ليتقدم من خلال هذا التواجد الرميثي، يقدم نجومية والأروع، يقدم أيضا أداء كبير في تحديات مثيرة. ولكن شوفوا الدخول، شوفوا الدخول هنا أيضا، تتقدم في هذه اللحظات وتنطلق هذه هي أيضا القادمة، هادي نقوى ليتقدم الشاعر محمد بن حمد بن فطيس المري ليتقدم بالرقم 34. وما سر الرقم 34 يا جماعة؟ الكل يتخبى بن فطيس حط الرقم 34 في الراكب الآلي أو هناك في الأبطان. بالفعل الرقم 34 هذا الرقم أيضا من دخل به بن فطيس شاعر المليون في النسخة الأولى، ولكن حظى بالبيرك في ذلك اليوم. واليوم يقول أنا محضر بنت صوغان الأفكار من حبها عندي اتفحم وحدها، انجارها الله من صواديف الأقدار، جاتك وجاك الجيش كل بعد بالفعل الله عليها من مقادير الانظار، وصلت تحسك ما غشاها زبدها، وتلقوها بالعلم رمز وشعار، وصفق لها منه بعينه شهدها. الله الله الله. اذا نقوى مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام تاخذ المركز الاول، ليتقدم الشاعر محمد بن فطيس بالفعل، ويقدم نقوى واحدة من النقوات بالفعل الأصايل التي تنتمي لهذه العزبة. بالفعل يتقدم الشاعر محمد بن فطيس بالفعل، بينما المركز الثاني بن فالح يتقدم ليقدم لنا بالفعل هذه هي زعفرانة فالح بن مسلم بن أيضا الزفن العامري. المركز الثالث الوصول من مزون لهوم بن سعد بطالب بن شريم بالفعل يتقدم في المركز الثالث. المركز الرابع مهاجرة لمحمد بن أحمد بالخزع العامري. المركز الخامس وصلت صدى حامد بن محمد بسالمين العامري يتقدم أيضا، صالح بسالمين العامري يقدم صدى، يقدم صدى بالفعل هنا ليتقدم بتألق كبير شاهدناه في سن الحجايج، استطاع أن يظفر بأكثر من 3 نقاط، بينما سن اللقاية أيضا ظفر بأكثر من نقطتين. لياتي في سن الكبار يتقدم راعي شاهين أحد بنوك الإنتاج بالفعل، واحد من الأسماء الذي عرف ميادين سباقات الهجن برموزه الكبيرة وبأيضا إنتاجه الكبير الذي أتى وتوزع في ميادين الدولة بنجومية الفطامين بالفعل. شاهين دغاش الذي يمتلكه بن سالمين، إنه واحد من البنوك القادمة للمستقبل المنير بأدائها وبنجوميتها الكبيرة. وصل قائد الهجانة ليتقدم أيضا، هناك خليفة بن علي بن خليفة الرميثي يقدم لنا هنا مشاهدين الأعزاء هذه الانطلاقة مع الشامخة، مع الشامخة سالم بن سعيد بن مبارك الزرعي يتابع وبمتابعة كبيرة لهذه العزبة من داود المدهوشي بالفعل، يتابع هذه الانطلاقة هنا من خلال هذا الاندفاع. بينما المركز السابع الوصول من العوجة علي بن محمد بن ناصر الشندل بالفعل يتقدم راعي النفوذ ليقدم هذا الاسم على المركز السابع. ناخذ المركز الثامن، من يترى القادم في المركز الثامن؟ هناك اسماء قوية، شعار بن هيان يتقدم مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، لناخذ هناك أيضا هذا الأداء الكبير في تحديات الكبار، في تحديات الكبار بالفعل 8 كيلومترات. هذه القادمة الطائف محمد بن حمد بن هيان العامري. بينما المركز العاشر الوصول الدخول أيضا من أريج محمد بن إبراهيم بن محمود يتقدم بالفعل ليقدم أريج هذا الاسم الكبير في تحديات الأصايل، في انطلاقة الأصايل. مشاهدينا الأعزاء متابع كرام أحد الضيوف القادمين من دولة الإمارات ومن مدينة زايد بالفعل ليتقدم للبحث عن الفوز، للبحث عن الانتصار. نعود والعود أحمد، نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى أيضا هناك أيضا نقوى. يتقدم الشاعر محمد بن حمد بن فطيس المري يتقدم في هذه اللحظات، يسير مع هذا الاسم، يسير مع هذا الشكل الرائع هنا والطيب بالفعل، بل المالك هو لطيف
الطيب يتقدم بن فطيس ليقدم نقوة، بينما المركز الثاني الوصول من زعفرانة لفالح بن مسلم بن زفنة العامري راعي مشهور وصل يتقدم بتقدم الكبار، يتقدم بتقدم هذه السلالات النادرة بالفعل من خلال هذا الاندفاع. يأتي في المركز الثاني المركز الثالث الوصول من العوجة علي بن محمد بن ناصر الشنجل المري يقدم لنا العوجة بن سالمين قادم، بن سالمين قادم في تحديات الأصايل مع صدى، صدى قادمة، صدى تنطلق بالفعل يا بن سالمين، إنها صدى القادمة هنا تردد هنا هذا الأداء وهذه الانطلاقة القوية يا مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام. هناك من خلال هذا الأداء وهذه الانطلاقات القوية مشاهدينا ومتابعينا الكرام صدى إذن تأخذ الانطلاقة، صدى تأخذ المركز الثالث وبن سالمين يقدمها في هذا اليوم، وبن سالمين يقدمها في هذه الانطلاقة القوية والتحديات المثيرة من خلال هذا الاندفاع مشاهدينا ومتابعينا الكرام. لوحة أيضا الانتقال القوية وصل في هذه اللحظات يقدم ملامح قادم هنا محمد بن سالم بن حمد بن هيان العامري أو هذه الطائف بالفعل، الطائف بدأت تطوف هنا من مركز الآخر، إنها واحدة من الأسماء القوية والعملاقة. هناك الشنجل، هناك الرميثي، هناك القادمة مهاجرة محمد بن أحمد الخزع بالعثة العامري يقدم أيضا تحديات جميلة، يقدم أيضا تحديات أصيلة في انطلاقة هذا الشوط، ولكن بن فطيس، بن فطيس المركز الأول، بن فطيس في الصدارة الأولى مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام يقدم هذه الانطلاقة مع نقوة ومع انطلاقتها ومع هذا الأداء الكبير محمد بن فطيس بالفعل. هناك مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام هناك من خلال هذه الانطلاقة بن فطيس يدخل الغلاف الجوي للكيلومتر الأخير مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام. القادم بن فطيس محمد بن فطيس المري مع نقوة في الصدارة الأولى، ما شاء الله تبارك الله، الانطلاق القوي، التحدي المثير، بن فطيس يتقدم، بن فطيس يسير في هذه النجومية الرائعة، في هذه الانطلاقة المثيرة والسريعة واللي تعوص وتضرب الحاجز يسار، تشلف الدنة وترجع بلدها، ولكن هذه مسارها مسار النوماس، مسارها مسار الفوز. يا بن فطيس، يا بن فطيس، يا شاعرنا الكبير، يا شاعرنا القدير، والله ان نقوة تستاهلها بيتين، تستاهلها بيتين على الطاير تغنى فيها، لانها في ميدان، في ميدان عريق، في ميدان الملوك تفوز نقوة بالفعل، ملك الحزم والعزم في مملكة الحزم، في مملكة العزم، في مملكة العطاء. بن فطيس يقدم نقوة، الشاعر محمد بن حمد بن فطيس المري بالفعل، نوماس، نوماس يا بن فطيس، نوماس، تهانينا وألف مبروك. لحظات الوصول، المركز الثاني زعفرانة فالح بن مسلم بالزفنة، المركز الثالث وصلت صدى حامد بن محمد بن سالمين، المركز الرابع الطائف هنا محمد بن حمد بن هيان العامري، المركز الخامس الوصول هنا من خلال الشامخة أيضا علي أو خليفة بن علي بن خليفة الرميثي. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام هكذا كان هذا الشوط، وكان بن فطيس هو الأقدر، بن فطيس هو الأشطر. والله يا محمد بأن الأبيات سريعة على ما أعتقد أنها جاهزة بالفعل، جاهزة القصيدة تستاهل نقوة. أيضا محمد بن فطيس المري بالفعل الشاعر يظهر في أشواط الكبار، تهانينا وألف مبروك، تهانينا والنوماس للشاعر محمد بن فطيس المري، حيث 13 دقيقة 18 ثانية 6 أجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني. أيها المتابعون جميعا تهانينا وألف مبروك، تهانينا والناموس والنوماس وكل خير للشاعر محمد بن فطيس
المري، بينما المركز الثاني 13 وأيضا 19 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية هي زعفران لفالح بن مسلم بالزبنة العامري. هنا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام 13 و21 ثانية وجزءا واحدا من الثانية من وصلت صدى لحامد بن محمد بن سالمين العامري في المركز الثالث. هكذا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام في كل مكان، الشاعر محمد بن فطيس المري هو من يفوز مع نقوة ومن انتقاها لهذا الشوط الرئيسي أشواط الفترة الصباحية. تهانينا والنوماس، تهانينا وألف مبروك، شوط جديد.